التأهيل في الريشة الطايرة مش بيبقى اللي ياخد أول في بطولة أفريقيا، يعني احنا أخدنا أول في بطولة أفريقيا بس مش ده اللي أهلنا، بيبقى النقط التراكمية سنة كاملة، يمكن المرة دي كانت سنتين عشان خاطر الوقف بتاع الكورونا، من أول 1/5/2019 لغاية 1/5/2020، والمرة دي طولنا لغاية 1/5/2021. بنلعب بطولات كتيرة قوي وبيتاخد أحسن 10 بطولات النتيجة بتاعتهم. في الزوجي لازم نبقى من ضمن 50 الأوائل على العالم، زوجي البنات وزوجي الأولاد وزوجي المختلط من ضمن 50 الأوائل على العالم. فردي يعني يكفي إن الواحد يبقى أول أفريقيا في الرانك الدولي، مش لازم يبقى من ضمن 50 الأوائل على العالم، وبيتأهل تأهيل قاري. لكن في الزوجيات كلها يشترط يعني إن يبقى أول أفريقيا في الرانك الدولي وفي نفس الوقت يبقى من ضمن 50 الأوائل على العالم، عشان كده التأهيل في الزوجي بيبقى أصعب. في ريو وقارة أفريقيا كلها ما تأهلتش في الزوجيات. في 2021 إنجاز تاريخي إن مصر متأهلة في زوجي البنات وزوجي المختلط، وأفريقيا متأهلة فردي بنات زوجي بنات زوجي مختلط فردي أولاد وزوجي أولاد. هو يمكن كانت اتلعبت أكيد السنة اللي فاتت كان هيبقى أفضل، بس ده في حد ذاته إن أنا أكمل سنة زيادة لعب دولي ولتأهيل أولمبياد هي حاجة كويسة ليا، إن أنا كنت أفضل أمارس لعبة ريشة الطايرة اللي هي حياتي. يعني السنة اللي فاتت كان ممكن أكون مبطلة من شهر 8 السنة اللي فاتت. تأهيل 2008 أنا ما كنتش متأهلة كأول أفريقيا، كنت ساعتها ثالث أفريقيا، ما تأهلتش برضو من أول تأهيل، كنت يمكن آخر اسم في بعثة مصر للتأهل. في 2012 اتأهلت كأول أفريقيا، وكانت ميزة بالنسبة لي إن أنا كنت بدرس في إنجلترا وكان عندي مشجعين هناك وأهلي حضروا برضو الماتشات بتاعتي. 2016 حاولت في التأهل، وأنا وعبد الرحمن كشكل كنا في زوجي المختلط، في يوم التأهيل كنا 51 على العالم، ففرق حاجة بسيطة جدا إن احنا نتأهل لريو. 2021 هي مختلفة، المشوار كان أطول من أي مشوار، يعتبر بالنسبة لي كان مشوار 9 سنين مش مشوار 4 سنين تأهل. في حد ذاته إن أنا أتأهل مش لوحدي في بعثة مصر، إحنا زوجي بنات أنا وضحى هاني وزوجي المختلط ضحى وأدهم، أنا فخورة إن أنا يعني من تأهلي لوحدي، لا إحنا دلوقتي بقينا 3، وإن شاء الله المرات الجاية يبقى في ناس كتير متأهلين من مصر الأولمبياد. أول مرة بتبقى فرحة مختلفة. في 2008 أنا كنت صغيرة، وكان أول فوز أفريقي برضو في الأولمبيات إن أنا كسبت ماتش وتأهلت للدور اللي بعده، فكل حاجة ليها طعمها الحلو. يعني ما كانش متوقع تماماً، وكان أنا لما تأهلت قبل الأولمبيات بأسبوع واحد، ففترة الإعداد حتى ما كانتش كافية إن أنا أتأهل عشان أعمل حاجة في الأولمبيات، وكان التصنيف بتاع البنت المكسيكية كمان كان أعلى مني، ومدربها كان صيني، فكانت الأولمبياد في الصين الصالة كلها كانت بتشجع البنت، لكن أنا حطيت في بالي إن الناس دي بتشجعني أنا، وما كنتش متوقعة إن أنا أعمل الإنجاز ده ساعتها. يعني الحمد لله ربنا وفقني. طبعاً مستواي كان أحسن في لندن، بس ما قدرتش إن أنا أكسب ماتش، بس كان مستواي كان أحسن بكتير من طبعاً 2008. لكن كان حظي ان انا لعبت، كانت الثالثة على العالم، ولعبت برضو البنت الايرلندية دي، احنا كنا بنتمرن مع بعض مع اخوها كان هو المدرب قبلها في معسكر يعني، فكانوا عارفين كل اخطائي، فما حصلش ان انا قدرت اكسب ساعتها حاجة. يعني التأهل في الزوجي مختلف عن الفردي، يمكن الفردي بنبتدي من دور 64، لكن في الزوجي احنا هم 16 بس اللي متأهلين في الزوجي، فاحنا بنبتدي من دور 16، بنلعب طبعا مجاميع الاول، واللي بيعدي هو اللي بيدخل دور 8. فاحنا املنا ان احنا يعني نبقى مستوانا يعني ينافس الاسيويين، ان هو طبعا في فرق جامد جدا ما بيننا وما بين الاسيويين والاوروبيين في اللعبه، خاصه في الزوجي احنا اول مره ننافس في الزوجيات. يعني الفردي بيبقى اسهل شويه في اللعب وفي التخطيط، بس دي يمكن خبره جديده لينا وهناخدها ونحاول ان احنا نعمل فيها اقصى حاجه ممكنه، وربنا يوفقنا يعني ان شاء الله. انا نفسي ان جيانا فاروق صديقتي طبعا واختي ان هي تجيب ذهب ان شاء الله في الكاراتيه، ومعاها فريق كاراتيه فيه كتير اتاهلوا دلوقتي في ريال وعلي وكذا حد، الكاراتيه عندنا قوي. في اليابان طبعا المنافسه هتبقى قويه جدا عشان اليابان برضو متقدمه في الكاراتيه،
بس يعني فرقة الكاراتيه متهيألي ممكن ترجع على الأقل بثلاث ميداليات أو حاجة. التايكوندو عندنا برضو فريق قوي يعني، يا رب يبقى فيه ميدالية من التايكوندو. المصارعة برضو نفس الحكاية، احنا الألعاب القتالية عندنا قوية بس المنافسة هتبقى أقوى في اليابان. نأمل ان احنا نجيب فيها ميداليات، وعلاء برضو أبو القاسم ان هو يشرفنا زي ما عمل في لندن ويجيب لنا ميدالية ان شاء الله.